call me a god. You call me a god. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الحقيقة إن اللعبة خلاص من توصل لهذه المرحلة، مرحلة الملك، تبدأ تقبض كل وقتك وصعب إنك ترجع وتواصل مهام ستوريز، لأنك خلاص ستوري، لأنك خلاص يعني متعلق بعملية الجمع والربح والفلوس وما إلى ذلك. المستودع حتى ما عندي وقت إني أشوف الأشياء اللي بنقلها للمستودع بشكل مباشر، حتى السفينة ما عندي وقت إني أطورها. فنروح نسوي عمليات توصيل اليومية للشحنات أو الطلبات، طلبات الشحنات. فنشوف هنا عندنا عندنا طلبات يومية تحت، فلازم أطلع من هنا. نشوف الطلبات اليومية كلها نفس الشيء، وعندنا الكمية كافية 63 القمقمة و70 القمقمة، مجموعهن يكون 140 ناقص 7 133. وعندنا هنا 65 و66 تقريبا 130 بعد 131 بس لازم ننتقل إلى تلوك بنجارة عشان نبدأ العملية من هناك، لأنها أقرب طبعا، لأنها أقرب. لذلك نحب أن نبدأ من تلوك بنجارة وننطلق للأسفل، يعني لهذه مش الكاندي المنسي اللي أتحت منها، المكان اللي فيه جليتش، المكان اللي فيه الجليتش يعني. عندي كم مبالغ أقدر أطور، طبعا ما لازم تجي تطور من هنا، تقدر من طريق الأوبشن سكرين أو ستارت سكرين، بس تقدر نفسي تطور من هنا. عندي 240، فنشوف إيش نطور. هذاك اكتمل بس ما بروح أخذ الحين، نطور هنا لأنه قريبين من إننا ناخذ الدبل، أو إن نطور هنا لأنه فيها خطوط قوية. فأتوقع إني أطور هنا لأن أوريدي عندي 3، فنحط هذه مسكن مسبك معادن تيمبي، نطورها ليفل 3، وبكذا نكون تمنا عملية التطوير هذه. نروح ونكمل مهمة توصيل طلبات اليومية، سجل الطلبات اليومية. مستغرب ليش فقط الطلبات اليومية مرة واحدة كل يوم، لأنك بتكون عندك يعني كميات كبيرة. اوكي، نرجع للسفينة ونبحر فيها ونشوف المنطقة اللي لازم نوصلها. طبعا بيهجموا علينا القراصنة. اكتساب لايفيون. اوب، اوكي، الغلطة اللي دائما اغلطها، الغلطة اللي دائما اغلطها انك تطلع وانت ما شال كميات الافيون وكميات هذا. قلنا 140، بناخذ من كل شيء ادارة الشحنة. خلينا نرجع الحاجات اللي ما منها اهمية في السفر، والخشاش او الخشخاش، وناخذ نقل الى الشحنة، ناخذ 150 من هذه، شراب القمقمة 150 او 133 قلنا اللي نحتاجه، بناخذ 150 140 او 150 150 وبعدين نرجعها بعد نهاية المشن. ناخذ هذا نقل الشحنة، افضل اني انزل لانه اقل من 300، فكذا اسرع. ننقل 150 وبعدين نرجع مرة ثانية لتلوك بنجارة ونبدأ عملية التصنيع اللي نحتاج لها طبعا للمهام لغد. ومن ثم اتوقع انه بنكون وصلنا بعد 14 دقيقة، اتوقع انه 15 كيلو و 14 دقيقة بمعدل دقيقة كل كيلو. الرياح ضدنا، بعد شوية بتبدأ تهاجم السفن.
احنا من هنا رايحين هنا، اول مرة ندخل هنا، ف ادخل من هالطريق وبعدين ننزل بشكل عام. اذا مدخل مدخل المضيق بيكون بعد 5 كيلو، والمسافة اللي رايحينها بعد 14 كيلو. بدأوا يهجموا علينا، بس احنا الحين انطلقنا بسبب الرياح اللي تمشي لمصلحتنا، ونلاحظ ان هذي ما زلنا في طريقنا، منطلقين بشكل مباشر. هذا هم يطلقوا الصواريخ ونحن نطلق الصواريخ، بس اتوقع الصواريخ ما يوصل مداها لنا. نشوف بس نتأكد، في توربيد قادم في اتجاهنا. اتوقع لو حطيت هذا بتكون اصابة موفقة ان شاء الله. ايوه اصابة حلوة. واغراق ولا بعدهم يتبعونا هم التوربيدات مالهم. خلصنا اللحوم، لازم نغير اللحوم الموجودة ولا نستخدمها، بس هذا يعطيك تحصينات، انا ما اريد تحصينات، اريد هذا فقط. الحصن اللي هجمته امس وفشلت فيه هذا يحتاج اني ارجع له مرة ثانية. الحين ما حد يتبعنا، وعلى بعد 2000 من دخول المضيق وتغيير اتجاهنا للجهة الاخرى اللي بتكون تقريبا بتواجهنا فيها الرياح والموجات العاتية. بس بننطلق بشكل، نحاول نخليه قريب من الجزر اللي على اليسار لحد ما نوصل مسافة كافية، وبعدين نكسر ونروح للاتجاه العمودي للجزيرة المستهدفة. وعندنا تقريبا 4، اوكي خلصنا في 5 دقائق، 5 كيلو فقط. ما يبشر بالخير. طبعا بنوصل قبل بدء عملية الاستحواذ الجاية. دمج عالي كان، وهذا بعد دمج عالي. نشوف اذا نقدر نكمل طريقنا. دمرناهم، هذاك بالغلط اللي طلقته اوكي. المشكلة انه ما اعرف ليش صايرة سفينتي يعني تتدمج بسرعة. نشوف اذا مشينا بهالاتجاه. ليش 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 يهجم علينا هذا؟ ليش هذا اللي يهجم علينا؟ المشكلة انه دامج واحد بناخذ وبنموت، فحاول ان يكون اوكي. عبينا. ليش 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 تهجم علي؟ ليش ليش تهجم علي؟ ما اعرف صراحة. اوكي ما اعرف
من اللي سبب الدمار هذا، بس اتوقع ان بدينا ننطلق بسرعة الرياح. ناخذ الزنك، ناخذ هذا، بنحاول ندمجهم. اوكي، كانت بتروح علينا الشحنة كليا. توربيد قادم. الافضل ان نجلس نراوغ، لانه كنت قريب اخسر الشحنة كليا. تعديل، ناخذ تعديل سريع، ناخذ دوريان، لانه اريد اركز في الحرب وفي الانطلاق وفي الهروب و... نار البحرية. نحاول نبتعد قدر الإمكان، نروح بشكل عمودي. عندنا 7 دقائق، سفينتنا فل هلفها، بس هذا للقراصنة ما مصدقين انهم قادرين انهم نصيب. لا مشكلة، انك الحين مرة ثانية بنبدأ نحاسب عشان الموقات. الحين ما بس هذا، الحين موقات بتكون شوية عدو لنا. نشوف وش اللي ممكن انك يعطينا الاسماك. جوز الهند، اوكي. حاولنا نهرب عنهم قدر الإمكان. مشكلة، شوف توجيهات الصواريخ عندهم الحين أصبحت أخطر صراحة. والرياح بتكون ضدي. شوف توجيهات الصواريخ عندهم أخطر، وأنا ما جالس أقترب لأن الرياح بتكون ضدي. لو انطلق بهالاتجاه، شوف شوف وجهها بطريقة مباشر امامي، كأنه يعني عارفني بالضبط، كل تحركاتي دارسنها. طبعا محسوب بالكمبيوتر، يعني هو في النهاية عبارة عن اريد ادمر هالسفينة بس، اريد ادمر هالسفينة بس. يهجم علينا هذا. مسكت في الريح، مسكت في الريح. اوكي الحين روعت شوية. ما اخذنا الاطعمة، ما اخذنا دامج كذا على الاقل شوي. ونشوف الريح مرة ثانية ضدنا. لو نروح نراوغ بهذا الاتجاه، اوكي
اوكي الحين اظن عمرنا، الحين عمرنا طيبة. بس شوية الرياح جالسة تجي امامنا، بس خلاص تخلصنا. بس هذا بيكون في واجهتنا، بيكون في واجهتنا، فنرجع من هالطريق. أمس التوربيدات، لا اوكي قريبين. كذا نسوي كذا. كيف عملنا الحين؟ باقي 1000 و... اوكي وصلنا اتوقع. وهذه كانت إصابة موفقة. أتوقع الحين بيبدأ يبتعد عنا، ووصلنا الشحنة. في توربيدات جاية بس ما أتوقع هالتوربيدات راح توصل لنا. خلصنا وفي الوقت المناسب تقريبا. شوية راوغنا الرياح، شوية راوغنا الأساطيل اللي كانت تهجم علينا، وبعد شوية راوغنا الموت أو الخسارة، لأنه كنا قاب قوسين أو أدنى، وفي فاست ترافل ما كان مفتوح. حلو إنه وصلنا أخيراً. كانت شحنة صعبة صراحة بسبب كل الظروف اللي واجهناها. نشوف هذا وش نقدر نتكلم معاه ونعطيه. تبقى دقيقتين عن المهام. نبيع مح ما يريد يشتري الشيء. و نشوف هنا ايش هذا كتاب. نروح نوصل وش اوكي هنا اللوت بوكس او اسم المخزن. وهذا مهرب البحار. نكلمه باقي دقيقة. اوكي ليفل تن تن تن. وصلناهن وخذينا الجوائز، ونشوف بعد دقيقة وش اللي بيكون. نشوف هنا عندنا 400، نقدر نطور بعد ثنتين. نقدر نطور هذه ونقدر نطور الحين كلهن ليفل 3 اللي موجودات هناك. نقدر نطور هذه لأن مكانها حلو. الثلاثة أهم شيء أو الأربع، 1 2 3 4. هذه بتجيب لنا شيء جيد، يعني خط واحد يعني مع بعض متواصلات. الحين بتبدأ المهام وفرص الاستحواذ. نشوف اللي نقدر نسويه. إذا في كو أوب أحسن، إذا ما في كو أوب نشوف. أوكي مهمتين استحواذ، هذه حلوة وهذا حلوة، بثنتين حلوات. الباقي اوريدي اكون مخلصن هنا عشان كذا ما تظهر لنا. فنشوف اذا نجي هنا فاست ترافل. نشوف عنا 5 دقائق لنحدد اي وحدة نروح. افضل ان اشوف اذا الناس يعني حد اشترك فيها او لا. الجزيرة كانها شوية كبيرة. نشوف إذا في هنا مهرب عبر البحر. وصلنا لليفل 38 في الصدارة الأسبوعية، أو للرانك 38 في 38 ألف طبعا. في الصدارة الأسبوعية بيع وشراء. نشوف وش نقدر نشتري أو نبيع من عندك. ما في حاجة. كأني حسيت إن السفينة بدت. ما أريد أتحدث، أريد أسرق. أيوة. الإصلاح، إدارة الشحنة 25. لا لا الأمور طيبة، الأمور طيبة هنا. المشروبات، وين المشروب مالنا؟ ليش اختفى؟ الأفيون، أوكي الأفيون نحتاج إن نرجعه. نفتح هذا. خلاص نرجع. ناخذ لنا واحدة من الوجبات القوية هذا.
ونرجع للإبحار ونشوف وش نقدر أي واحدة من مهام الاستحواذ بنخلص. هنا بتكون نهاية الفيديو هذا، أتمنى أنه عجبكم، أتمنى أنكم تضغطوا زر السبسكرايب واللايك وتفعيل جرس التنبيهات عشان ننشر القناة لأكبر عدد ممكن. نشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.